مع كثرة انتشار المعابد التي يعبد فيها من دون الله سبحانه وتعالى، الحمد لله وجدنا هداية القرآن في اليابان. بالقرآن اهتديت، في رحبه تحلو الحياة، شوقا إلى المولى أتيت، أسلمت روحي للإله. قد زان لي أغلى طريق، وهو الشفيع هو الرفيق. يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة؟ قد زان لي أغلى طريق، وهو الشفيع هو الرفيق. يا هائما هل تستفيق وترى السعادة والنجاة؟ أنا الآن في قاعة دراسية في جامعة كيو في اليابان، وخاصة في طوكيو، ومحاضرة للبروفيسور كمال إيكودا، وحديث عن الإسلام والشريعة الإسلامية. أوكودا أتسوشي تو申します. نيهون نو كيو دايغاك نو ديس ني شونان فوجيساوا كامباس تويو توكورو نو سوغو سيساكو غاكوبو دي سوغو سيساكو غاكوبو دي كيوجو او شيتي اوريماسu. تدرج في المناصب حتى صار ذو مكانة مرموقة في المجتمع الياباني. بروفيسور كمال أوكودا تخرج على يديه جيل من المسلمين، هو قدوة للكثيرين بحسن معاملته ومكانته العلمية. كلنا نريد أن نعرف عن حياة بروفيسور كمال قبل الإسلام. كيف كنت تقضي حياتك؟ ما هو هدفك من الحياة كان؟ قبل الإسلام حياتي يعني كأنني يعني في الجاهلية. نعم. إيه حقا يعني في الجاهلية. نعم. جهل. نعم. لا يا لا أعرف يعني لم أعرف يعني مثلاً الحقيقة، لم أعرف يعني الحق. نعم. كيف تعرفت على الإسلام؟ كيف عرفت الإسلام؟ كيف أسلمت؟ أريد أن أعرف هذا الشيء. قيل لي أنك لم تخبر الكثير عن هذا الشيء، فأنا أريد أن أعرف. نعم. أنا درست يعني عن الإسلام منذ السنة الثالثة في الجامعة. نعم. وهناك المحاضرة عن التشريع الإسلامي. نعم. وحضرت وشاركت فيه. というのは、まだその頃、イスラムの勉強もほとんど知らないような状態、少し勉強を始めた頃だったと覚えています。思ったというふうに覚えていますけれども、その頃ですね、私はあまり人間関係がうまくいってないことがありまして、 ماذا شعرت بروفيسور عندما قرأت هذه الآية؟ شعورك أريد أن أعرف، لأن هي أول آية تقرأها وهي آية عظيمة جدا. نعم. كان يعني علاقة مع الناس مع يعني ليس جيد. 人間って土から作られたんだと。で、それまで私はですね、そんなこと思ったこともありませんから、そのどうしてこううまくいかないんだろう。人間関係どうしてうまくいかないんだろうって言って、まあすごく自分 がある意味 傲慢 になってたと 思うん ですね。 بعد بعد ان قرات يعني هذه الايه قلبي المطمئن اصبح. نعم. الله اكبر. الحمد لله رب العالمين. يا منزل القران نورا على احمد، احسست باطمئنان بالنور لما ابتدى. ومن اياته ان خلقكم من تراب ثم اذا انتم بشر تنتشرون. كلنا من آدم وآدم من تراب، فلماذا التكبر فوق الأرض؟ كل ما أخشى سوء الختام غدا. すごく楽になりまして、でそれからですね、私はだからその世界が見え方がガラッと変わりました。つまりそれまではそのとても
自己中心的で、まあ自分、まさに自分を中心に世間、世界を見てたと思いますけれども、いや、それ、その出来事があってからですね、もう全然世界を見る目、人を見る目、自分を見る目が変わって、でものすごく楽になったのを覚えています。ولكن يعني في ذلك الوقت أنا لم أفكر أبدا بالإسلام لا أبدا فقط يعني أنا اهتمامي فقط يعني للمعرفة معرفة ودراسات المقارنة بين تشريع إسلامي وبين تشريع أخرى. تأثر البروفيسور كمال بالشريعة الإسلامية ودقة اهتمامها بالإنسان، فانتقل إلى حلب لمتابعة الدراسة هناك وتعلم اللغة العربية، فتأثر بشكل إيجابي بمدرسه في سوريا. يقول دائما الإسلام هو دين شامل وكامل. في أثناء جلوس مع هذا الأستاذ أنا أجد يعني النموذج، يعني النموذج مثالي لتطبيق الإسلام في يعني الشخص واحد. لذلك يعني أنا بدأت أن أفكر يعني إسلامي أنا. الله. ولكن يعني في ذلك الوقت يعني لما فكرت عن الإسلامي يعني هناك يعني الصوت موجود. نعم. الصوت يقول أنت ياباني. يعني أنت يعني لست المسلم. نعم. لماذا أنت تسلم؟ نعم. غريب. يعني هكذا الصوت يقول. ですのでなんかそのあの。なんていうんですかね、日本語ではその清水の舞台から飛び降りてっていうような感じがありますけども、なんかすごく大変なことをしたということよりもそんな感じではなくて、その意味ではあの自然にですね、で自分の中の考え方があの日本人であることとイスラム教徒であることが両立する。قلة المعلومات المتوفرة عن الإسلام وغياب التواصل بين الشعب الياباني والشعوب المسلمة هي من أبرز أسباب ضعف انتشار الإسلام في اليابان. فاقتربت لحظات الشهادة للدكتور كمال، ففي أحد الأيام وأثناء دراسته في حلب تواعد في مسجد مع رجل يحتاجه لاستكمال بحثه العلمي. لما يعني بدأنا المحادثة بينه وبيني، يعني فجأة جاء وقت الصلاة. يعني كان يؤذن. وأنا فكرت إذا يعني أنا لازم يعني كيف يعني أخرج من الجامعة لأني يعني لست مسلم. الكون يا المولى العظيم يا كريما منه قرآن كريم. أذن المؤذن وشعر الدكتور أوكودا بالحرج، فخرج من المسجد، وكان وقتها الجو حار جدا، وهو يتصبب عرقا سأل نفسه سؤال: لماذا أنا غير مسلم؟ يعني هذا غريب جدا، يعني أنا أحب الإسلام وأنا أدرس الإسلام وأنا يعني هناك كيف يعني مفاتيح للمستقبل، مفاتيح المستقبلية عند البشر، هكذا أفكر، ولكن أنا لم أسلم. هذا غريب، شيء غريب جدا جدا. و يعني فكرت مرة ثانية في ذلك الوقت، نفس الوقت نفس الوقت أسلمت. أعتقد يعني هذه يعني هدية يعني الأكبر من عند الله تعالى في حياتي، في طول حياتي. أفضل هدية. أفضل هدية من الله سبحانه وتعالى. يقول أن الإسلام هي أفضل هدية من الله سبحانه وتعالى لي في حياتي كلها. كم عشت والتفريط عادة، ما ذقت في الدنيا سعادة، حتى اهتديت إلى العبادة، يا راحتي لما اهتديت. はい、大学の学部の1年生の時から奥田先生に、アラビア語とイスラムを教えていただいております。その大教室で、
その一般の学生に、イスラームについて教えてくださるときは割とその、怖い先生だと思っていたんですけど、怖くてまあ偉大な先生だと、まあ、それで思っていて、でアラビア語の授業を1年生の最初の時から少人数で教えてくださるんですけど、その時はもう距離が近いというかすごいフランクに、一人一人に الاسلوب الدعوي الغير مباشر مع طلبته ونحن فعلا بحاجة إلى أمثال الدكتور أكودا في جميع الجامعات في العالم أستاذا مسلما متميزا بعلمه وأخلاقه. أريد أن أعرف عن الطالب الياباني قبل الدراسة، ما هي صورة الإسلام بالنسبة له قبل أن يدرس؟ طبعا يعني كما توقعتم يعني صورتهم عن الإسلام طبعا يعني ليس جيدة قبل الدراسة. قبل الدراسة نعم. ما 勉強と同時にそのイスラムの勉強と同時にアラビア語の勉強も続けていったので、だんだんにこう自分の中にそのアッラーとはどういうものかっていうのがだんだんに分かっていったという、そういうことで、まあでアッラーと向き合いたいなと思いまして、先生にまあヨルダンだったんですけど、モアザムトラブヤンフィルアヒルカールヤニアリスナーアジャバニケティランヤニアディニリスナーバードミンホームيعني إن شاء الله سيسلم. نعم ما شاء الله. ヨルダンでその日本に帰ったら礼拝から始めてみようと思うんですと申し上げたところ、先生がいやまあその前にシャハーダでしょうと、シャハーダライラハイララと言って、イスラム教徒になってからそれで次に礼拝でしょうよと、そういうことでまあそういう言葉をかけていただいて、まあそのきっかけでイスラム教徒になって2年経っているという次第です。アルハムドリラ。أسلم على يديه أكثر من 10 طلاب فقط خلال مدة تدريسه في جامعة كيو المعروفة في طوكيو. 踏まえられているなというのをすごく感じます。その、そして本当に優しい宗教というか、人間に優しいというか、その無理はさせないのがすごく、あのね、ボームスリムじゃなくてすごくやってて、ありがたいなというところです。私にとっての奥田先生は恩師です。كان القرآن هو أول ما جذب للإسلام وكان سببا رئيسيا في هدايته، لذلك هو مهتم بتدريس التفسير وتدبر آيات القرآن. ماذا يمثل لك القرآن؟ أولا يعني لازم أنا أقول لكم الكلمة التي أحبها في القرآن الكريم آيات القرآن الكريم وهي الصراط المستقيم الله اهدنا الصراط المستقيم يا روضة نحيا بها يا منهجا لأولي النهى يا غيمة نرنو لها وسماؤها القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصراط المستقيم هذه يعني العبارة هام جدا جدا يعني ليس فقط للمسلمين بل كل عالمي جميعا. إذا مشينا صراط مستقيم يعني حياتنا يعني دنيوية وأيضا أخروية إن شاء الله هناك سعادة الكثيرة. آمين. الله أكبر. الله سبحانه وتعالى وهذا صراط ربك مستقيما فاتبعوه. نعم نعم نعم. القرآن は読めって言ってこれ読みなさいって言って出してくるじゃないですか。で日本語の場合はその自分で読みなさい。でしかもその印はたくさん、アーヤはたくさんあると、それを読みなさいっていうふうにいわばその言っているところがあって、それで、それをその気づかせて手がかりを与えてくれるのがこのクルアンだと思うの、思うけれども、それのそのまあこれをもちろんがもうテキストであの基礎アサースなのは分かるんですけれども、要はそれをもとにしてどのくらい自分たちの周りのことが
読めるのかっていうあたりがすごく重要で、بالرغم من أن عمر الإسلام في اليابان تجاوز 100 عام بقليل، إلا أن الإقبال على الإسلام وتعلم اللغة العربية يزداد يوما بعد يوم. يا عربي أنغو تيو نا هونتو ني مزكاشي تو مويماس. دي يا أنو ですから、まあ、小さい時から、アラビア語に触れてアラビア語の中で育っている、皆さんのことを本当に羨ましいというふうに思います。アラビア語しかできないことがあるというふうにして学生に喋っています。それはアッラーと対話ができるということです。新しい読み方、その、今のクルアンが果たして、アッラーフタアーラーの望んでいるように読まれているかどうかというのは誰も分かりません。المهمة الدعوية التي كلفنا بها الدكتور أوكودا أن يعمل مسابقة بحثية للطلبة عن حقيقة الإسلام وما يعرض في الإعلام، ورصدنا جائزة للبحث الفائز، وهذا البحث المهم والجميل لأنه يخدم الإسلام. نعم. وأيضا نخدم باقي الطلبة بإذن الله. ولكن أريد أن أسمع منك كلمة، هل أنت موافق؟ طبعا يعني موافق بإذن الله تعالى. بإذن الله، بإذن الله دكتور، بإذن الله بروفيسور، تفضل. その意味でそのクルアンというのは、まあ、私にとっても一番最初ヒダイヤだったわけですけれども、しかし、これからの世界全体のためのヒダイヤになりうる本です。عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى غدا ماذا نقول وما نجيب عتابي أمة القرآن حب بكم فالهجر للقرآن ذنب سيشكون الرسول غدا أنا أرضى.